من جانبه قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط إن بناء الإنسان على رأس أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدول الصناعية الكبرى تقدمت بفعل تقدم العامل الفني. وأنا هنا بستحضر مؤتمر حضرته في ديسمبر في اليابان، وكان رئيس البنك الدولي بيقول العمل اليابان هي إنها بنت الإنسان الياباني اللي بنى التقدم الصناعي والتكنولوجي اللي تعرفه، لذلك ده هيكون عنصر أساسي لينا في المرحلة القادمة. وأنا بقول إنه إن شاء الله هينعكس في كل السياسات الخاصة بالدولة، وهينعكس برضه في تحديد أولويات الإنفاق في المرحلة القادمة.